الذين لا يؤمنون بالله واليوم ولا يؤمنون باليوم الآخر انتهى يعني أمر. أنت الآن لو يتاح لك فرصة تقتلني؟ نعم بالله، والله. يعني لو يجيبوا لك سكين تنحرني؟ أول شيء يعني أستتيبك، يعني أنا قلت مو أستتيبك، أبين لك الحق لعل الله يهديك وانتفع بإيمانك هذا، لكن لا أكون يعني قاسي معك بدرجة إني أكون بس عطشا للدم، أبين لك الحق وبين أن هناك جنة ونار ونجم. أنا مؤمن بالله إلا حقتك دي الثانية، قبر النبوي. القبر النبوي خل بكلم، يعني انت الان انت كفرتني صح؟ لاني انا مع علماء المملكه في هذا الموضوع. طيب خل بعلمك يا اخي، ما هذا منكر والله ما منكر. اول شيء نقر انه منكر والله ما هو منكر. انا ما ادري، انا امشي مع العلماء. العلماء يقولوا منكر. ما قالوا، قال ما لا ما قالوا نشيلوا المساجد القبور دي من المساجد. قالوا منكر، قالوا منكر، قالوا هيئه كبار العلماء من بنى قبرا او رفع رفع في قبور والتمسح بها والاعتقاد أنها تنفع من دون الله فهو كفر. نعم، هذا شرك بعد. حتى إدخالها في المساجد كفر. إيوة، بس الآن نتكلم، هم يتكلمون عن حالة الخاصة. ما هذه ما هي الخاصة، من الذي فعلها؟ أصبر بس الحين، أنت لو الآن أنا على ما أنا عليه الآن معهم، تبي تذبحني برصاصة ولا نحر؟ والله حسب ما تيسر. ما جاولك إلا سكين. السكين عاد الله المستعان. وإذا ما في خنق، يعني معناته أن القتل إذا ما في سكين خنق. خنق. طيب أنت الآن لو طلعت من السجن، نعم، وين تبي تروح؟ سأذهب إلى الجهاد. وين؟ أقول من هنا أبدأ. من هنا ما مكنوك إنك تذبح، لأنك تبي تذبحنا، إحنا ما عندنا معطيك فرصة. نعم. يعني إذا هذا إلى القاعدة في أفغانستان أو اليمن. وش تبي تلقى في أفغانستان؟ أفغانستان. تبي تلقى في افغانستان قبور ارفع من عماره مدري وش، وانت عارف وانا عارف صح. البلد الوحيد اللي ما فيه قبور وما فيه قبور هو السعوديه. لا في قبر، قبر النبوي. يا اخوي اطلع، خلي اطلع بطلع بس. طب انا اصبر يا خالص، انا اجي معك تجي معي. اصبر. طيب اصبر بس، انا اسالك سؤال واحد. الانسان الان اذا اراد، الانسان اذا عمل 10 مكفرات يكفر؟ الحمد لله واحد يكفر. القبور في المسجد النبي يكفر. انت حتى خلاص، بس انا اقول لك لو تبي تروح، خلينا الحين طلع احنا كفار ودولة كافرة وعلماء كلنا كفرنا وخفنا منك تذبحنا، وقلنا لك يا خالد اسرح الله يسهل عليك. نعم. تبي تروح تقول انت في افغانستان؟ نعم. طيب؟ نعم. هو اليمن. يعني هو اليمن، ما انت بلاقي بافغانستان قبور؟ نعم. تبي تلقى قبور؟ نعم. وش لكن ما هي عند الطالبان، ما هي عند امير المؤمنين الملا عمر. سنجدها عند الرئيس الحالي وغيره، ولا هم على ملة براءة ملة أمريكا وما شاكل. يعني أنت لو رحت لأفغانستان تبي تركز علينا، تبي تبدأ تجينا، يعني تركب إنك لأن قضية الأمة القبور في المسجد. أيوة، فأنت تروح تخطط علينا عشان تذبحنا في أفغانستان. في أفغانستان القبور تخص أهلها، أما في المسجد النبوي فيخص الأمة كاملة، المليار. فأنت ستذهب إذا إلى أفغانستان. نعم. وتقيم علينا الحرب. نعم. صح، هذه البلاد. أيوة، اسمها من شرقها لغربها واسمها المملكة العربية السعودية تديرها هذه الدولة. ما أنتم زي بعضهم ذلك اللي يسمونها الجزيرة العربية، هي مو هي بلاد الجزيرة ذولا حقين بعضهم. أمريكا هم يدورونها من خلف ستار، أمريكا تديرها من خلف ستار. أصلا هي بلد كلها، أنت على رأيك توقل لنا. نعم. ما فيها. نعم. ولا مسلم. نعم. يعني شو تديرها أمريكا؟ ما هي دايرة نفسها. إذا أنت ما تستطيع ما تسميها بلاد الحرمين زي القاعدة. بلاد الحرمين ما هي بالسعودية. نعم. ولا لا ده كافرة دولة ولا لا الآن. نعم. صح؟ نعم. كلها. نعم. بالله عز وجل. طيب الحين يوم انك انت تقول اني خطبت على ذا وكلمت الشيخ العباد وكلمت فلان. نعم. وقالوا لك اركد. طيب ما قالوا ولا ما هاجرت من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام. نعم، هذه يحتاج لها، لان انا قد جربت هذا الامر، يحتاج لها معرفه ولوجستيات ومعرفه ناس وادله يدلوك الى اين تذهب. ايش اللي الهجره تحتاج معرفه؟ تذكره وترى حطك في افغانستان عند ملاك عمر تقعد معه. وش تدريني انا اسقط عن ملا عمر؟ والله انت تحب تقول بروح الملا عمر، روح له. كيف اروح له؟ لابد انا اعرف كيف اروح له. سهله. لا ما هي سهلة. تروح البشاور ويدلونك الشباب. وكيف بشاور تروح تحت في يد المباحث الباكستانية؟ اجل الحين هذه صعبة، وذبح 28 مسلم في المملكة. صعبة. ليس بصعبة هذه السفر لما انت تبغى تروح. لكن انا ما دام انسان ساموت او ساقتل، لماذا اذهب افغانستان احارب الكفار والكفار عندي؟ مظبوط والله، هذه فاتت علي.
هذه فاتت عليك. وسأقول لك صحقت من قريب. الله عز وجل ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ تطلع من البيت وعندك هالشارع مليان سعوديين مع غير رشاش ذبح. يقول الله عز وجل ماذا يقول؟ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. صح والله لا يذهب أفغانستان والعراق إلى آخر. إذا ذبحت البلد دي ما ذبحت البلد أنا عبط عقباطا بعلة علة عدم المنكر وإقرار المنكر ومحاربة دين الله وأكل الربا والفجور والخمور وكل شيء. أنا قلت لك أتيت من الجهاد بعد ما تناقش مع الإخوة هنا في مسألة. أنت جيت من الجهاد تحشش يا خالد. ما جيت تنصح. طب لحظة جيت وقعدت 10 سنين مكيف. لحظة.